السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو اللي غنوجد معكم مكرونات بالدجاج، واحد العشيوه خفيفه وكتوجد دغيا دغيا. السلام عليكم تريفي رينو تي مازيغيني نو ماني متجاد. نتمنى ان شاء الله ادي لقاكم في المره مليح اللي غاس نهارها اكيد نشاركه مكرونات اكو يزيد. نتمنى اكيد تعجب الوصفه يا توجد دغيا دغيا. بسم الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا درت شويه الزيت هنايا كيف ما كيبان لكم، غنخليوها تسخن مزيان مزيان. غندير الدجاج كيف ما كتشوفوا، اي حاجه عندكم الدجاج واخا تخلطوا، انا كان عندي غير جناوح و وهادو كم صغير كيف ما كتشوفوا كنقولوا تخاد. غنقليوهم مزيان مزيان، واخا كان عندكم السداري كان عندكم اي حاجه ديروه. هانتوما البنات هانتوما تحمر الدجاج ديالي مزيان مزيان هاكا كيما كيبان ليكم، هذا محمر مزيان. هانتوما دابا غنديرو البصلة، صافي غنحطو البصلة ديالنا عاوتاني مزيان مزيان كتولي حمراء. هانتوما البنات بعد ما الدجاج ديالي تشحم مع البصلة مزيان مزيان، من الأحسن إلا كانت عندكم البصلة حمراء كتجي حسن. المهم ما عليناش، إلا متواجدة عندنا في الدار غنديروها. صافي دابا هانتوما البهارات ولا المنسبات ديرو اللي عجبكم، أنا دايرة غير الزعتر اكليل الجبل ودرت شويه ورق سيدنا موسى كيف ما كتشوفوا، ما عرفتش واش هكا كل على سميتو ما عرفتش. صافي غنديروا شويه الخرقوم، غندير شويه الفابريكا ولا التحميره كل واحد شكون يسميها. غنديروا سبينجبير، شويه ديال الابزار ما تكثروش حيت لحقه شحال. غندير شويه ديال العطريه نتاع الدجاج، الا كانت عندكم الثومه ديروها، انا ما متواجداش عندي على داكشي ما درتهاش. عندي شويه ديال العطريه نتاع الدجاج، عندي هاد الثومه مخلطه مع بالخيل، غندير شويه كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم، يعني خفيفة دغيا دغيا كتوجد. كنتمنى ما تنساونيش باللايكات ديالكم بالدعم ديالكم كومونتير فضلا وليس امرا. الله يجازيكم بالخير. ملي غديري في رينوت ملي غيزا الفيديو يا وليت تشات اللايك الناس اكل بارتاج اكل عائلة اكل احباب فضلا وليس امرا. سمحوا لي اخوات على الصداع، اذا سمعتوا شي صداع اللي عند الوليدات حالته هي هادي. هانتوما صافي غنخليوها شويه، غنديروا غنضيفوا اترو ديال الماء. هانتوما خوتي غنزيد واحد المعلقه نتاع مطيشه، كنقولوا عيشة ولا مهم مطيشه بالحك. هانتوما البنات انا غنزيد واحد لاصوص كيف ما كتشوفوا،
هاد لاصوص زوينه ديال اسبانيا تاع ميركادونا. غنديروا الاشهار ميركادونا كيف ما كتشوفوا، غنديرها كامله باش كيجي ديال زوين. وغنزيد اترو ديال الماء سخون كما كتشوفوا خوتي. صافي غنخليوها ميم با واحد 10 دقائق حتىش الدجاج قليناه مزيان مزيان مع البصله غيكون دابا طاب. واحد 10 دقائق وغنرجع معكم. ها نتوما البنات بعد لنا طاب الدجاج ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هو طايب. دابا غنزيدو المكروني، نستعمل هذه كيف ما كتشوفوا، نتمنى تكون باينه لكم. صافي البنات غنقصوا على البوطه نخليوها زيرو، نقصوا عليها. دابا الدجاج ديالنا طايب، نخليو غير المكرونه ديالنا طيب وصافي. بعد ما طابت العشيوه ديالي قلت هاد الشله نقدمها معاكم كيف ما كتشوفوا. ديالنا كيف ما كتشوفوا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تجربوه وتردوا عليا، وسيرتو سيرتو كيعجب الولادات الصغار. انا غنقطع معكم الطبق اللي كيجي زوين ما تشبعوش منه. كان هذا هو الطبق ديالي اللي قدمت معكم اليوم. كنتمنى كيف ما قلت لكم اخوتي ما تنساونيش باللايكات ديالكم بالدعم ديالكم بالكومونتير ديالكم حتى لهنايا غيكون الفيديو ديالي تسالى. في امان الله وحفظه، السلام عليكم.